ونحن مستعدون دائما للدفاع عن المظلومين، وكنقولوها دائما لاصحاب القنوات بان المحامون من يدخلوا لهذا المجال لانهم يعرفون بان هذه القنوات سيف ذو حدين، وحنا بغي يكون عندها ذاك الحد الايجابي. يعني حنا كنحاول ما امكن ان القنوات ترتقي المستوى اللي تفوق القنوات الرسميه، وهي قادره على ذلك. ناس مثقفين عندهم قنوات، ربما تكون القنوات ما عندهاش مشاهده كبيره، ولكن راه وراء ناس مثقفين، ناس محبون الوطن، ناس باغيين الخير لهذه البلاد. حاولوا ما امكن انكم ما ترموش اتجاه القنوات اللي كدير لو سبيكتاكل من اجل لو سبيكتاكل، القنوات اللي كتحاول انها تشهر وتحاول انها تنهج نهج ديال السب والقذف ضد اي كان. حاولوا ما امكن انكم توعيوا اصحاب القنوات بانكم محتاجين منهم المعلومه، محتاجين منهم التحليل، محتاجين منهم التوضيح، الثقافه، ماشي محتاجين شي شيء اخر. لانه اللي بغى شي حاجه ديال الاساءه راه كاينين قنوات متخصصه في الاساءه. خرجوا دائما للتوضيح ولدراسه واحد المجموعه ديال القضايا اللي كتهم المواطن المغربي، لان المواطن المغربي حتى كيجي للمحكمه عاد كيتفاجئ بانه لا يعلم شيئا عن القوانين وعن طرق سلوك المساطر ديالها. نديروا دروس حول ما يهم المواطن المغربي وعلاقته الاسريه، نحاولوا نشرحوا لكم ونبسطوا لكم قانون الاسره، نوريوا المراه كيف تحمي حقوقها، كذلك الرجل كيف يحمي حقوقه، نهضروا على قانون الشغل، نهضروا على واحد مجموعه الامور باش يكون عندنا راي عام حقيقي اللي حتى المشرع ياخذ بالكلام ديالنا ويخرج في اطار قوانين ان شاء الله، لان المشرع دائما ينصت الى نبض المجتمع. فكونوا انتم نبض المجتمع وحملوا المشاكل الحقيقيه اللي غتزيد بينا لقدام. السب والقذف والاهانه والتشهير والتهديد لن ينتج عنه الا السوء. كنشكركم جزيلا، حناش كنعرفوا بعضياتنا الان الحمد لله، ولينا بحال الاسره وبحال الاخوه. كنتمنى ان هذا الحب هذا ينتشر في المغرب لواحد الدرجه كبيره، ونبقاو نتجاوزوا اخطائنا ونتجاوزوا اخطاء الغير، ونحاولوا ما امكن اننا ما نمشيوش للانتقام، لان الانتقام لا يولد الا النار، والنار لا تاكل الا صاحبها. وربما كنحاول ما امكن نقول لكم ما احس به، وهذا هو سبب ديال الظهور ديالي عندكم بعدا في القنوات، وهذا هو السبب ديالي ديال انني كنتواصل مع الجميع. ربما بعض الناس كانت عندهم نوايا سيئه، وربما حاولوا يستغلوا الطيبه ديالنا، ولكن كنقول لهم بان الخير ينتصر دائما على الشر. كونوا على يقين بان المغرب كيستحق منكم تبذلوا مجهود ولو بالكلمه الطيبه. فاستاذنا استاذ حليم نجيب، الاخ الاستاذ حليم نجيب هو استاذ الذي وراءه جدل ولغط كبير، فهو كالشجرة المثمرة ولا تقذف إلا الشجرة المثمرة. فمزيدا من العطاء، مزيدا من التضحية، مزيدا من الوقوف بجانب المظلومين والمحتاجين، نحيي فيك هذه الروح، نحييك كأستاذ ذا بلاغة وذا فصاحة اللسان، نحبك في الله أستاذ حليم. شكرا جزيلا، كذلك نتمنى لك التوفيق من التوفيق في حياتك. الحر سؤدده زينته جماله بين الرجال الجحاجح الشم هو ما يبذله لخير الناس، هذا الزينة. الحر زينته ليست في ملبس حسن ولا في مركب حسن ولا في مسكن حسن، تلك ليست زينة الأحرار. زينة الأحرار ما يزدانون به، ما يتجملون به من بذل الخير ونفع الناس. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لا، وإذا نلت محبة الله ماذا فقدت؟ لم تفقد شيئا. وإذا غابت عنك محبة الله ماذا وجدت؟ لم تجد شيئا. النتائج والثمار والخصائص والآثار التي تترتب على محبة الله لك لا تعد ولا تحصى. منها: إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، وإذا أحبك الخلق فهذا رأس مال لا يقدر بثمن. الغاليات والإخوة الكرام، فما كنتم في هذا العالم كل الحب والتقدير لجميع المتتبعين الأوفياء لقناة النقيبة جوهرة سوس. ولكن تذكروا معي هذه النقيبة سمني الأستاذ حليم نجيب في وسط المباشر، والحمد لله رب العالمين. هذا إلا كانت شريفة وفي نفس الوقت تكليف، خصوصا وأن
النقيب ولا النقيبة مسؤولية، وتنتمنوا نكونوا قدها في المواضيع وفي انتقاء المواضيع الهاتفة. الحمد لله لكل تشهد بأني اسم على مسمى. خوتي الأزاز والغاليات، كنت مسطرة برنامج مع الأستاذ حليم نجيب نناقش فيه مواضيع اجتماعية قانونية يستفدوا منها هذا الجيل الصاعد، خصوصا وأن الأستاذ حليم نجيب عنده تجربة حية باك بليس 4، وأنا كذلك حصل على لا ليسونس في الشريعة والقانون، وعندي شواهد غادي نعلنوا عليها في الوقت المناسب إن شاء الله منين نكونوا تناقشوا مواضيع متنوعة وهادفة. احنا الهدف ديالنا من هذا البرنامج هو التوعية، والواحد يحس ما له وما عليه. وللأسف كنت شغلت بحكم أنني انضميت لواحد شركة وباحثة في القانون وعندي بزاف ما يدار، ما بقاش عندي الوقت اليوتيوب لدرجة أن حتى المباشر ما بقيت تنديرو، وهو الوسيلة الوحيدة اللي كنت نشوف فيها ونقرأ فيها تعليقات ديال الناس العزاز اللي جمعني بهم هذا العالم الأحمر. ولكن المسؤوليات كتار علينا، ولكن مادام لقيت طلب من عند بزاف ديال الأمهات في جمعيات يعني تيسولونا أسئلة، علاش لا ما نطرحوها في هذا العالم ويستفد منها الجميع. وكما تعرف الأستاذ حليم نجيب الصدر الرحب بكل يعني أريحية، والعنوان ديالو هو نكرة الذات والتضحية من أجل هذا الوطن، رحب بالفكرة. فما علينا إلا نقول لكم أشنو الموضوع اللي بغيتونا نفتتحوا به هاد الحلقات المجية إن شاء الله، واللي بغى ينضم لنا مرحبا وألف مرحبا. خصنا غير نعرفوا أشنو الإضافة ديالك، شنو التخصص ديالك، شنو من يطلع معنا المنصة شنو غادي يستفد منك هذاك المتلقي المستمع، لأن أي حاجة خصنا نعرفوا الهدف منها، ماشي يرهز الكاميرا ودوين ويجيب يفهم ويقول لا أنا دائما تنتحرى وما عنديش هدف لادسنس بكثر ما عندي هدف أنني نخلي بسمة. فمرحبا أي واحد بينضم لنا، حلقات مفيدة ومتنوعة وبحضور نستضفوا فيهم لي كوتش المحامون اللي عندهم واحد كفاءة وعندهم واحد خبرة وعندهم تجربة، وكل تيشهد لهم بالصدق بالوفاء بحال الأستاذ حليم نجيب اللي معروف على الصعيد العالمي بالنزاهة ديالو، وكذلك أنه من يتخذ شي ملف تسهل ليالي باش يخذ لنا البراءة ديال الموكل ديالو. وانتم راكم تاريخ تيشهد على كل واحد، راكم تشوفوا اليوتيوب المغربي كيفاش تفرح من تطلع الأستاذ حليم في شي قناة، إذن ولا الأستاذ نوري، إذن ترحبوا بالفكرة وشكون اللي غادي ينضم معنا. مرحبا.